صحابه قار كود جيريده مركي كو تيمي قار كود وا اوين مركاسا وحا لغو يري محاكا اوهيي صحابي رسولك الله لا صاحبي باتاي خير بدن بات شقيس انت سو جهادات قش انت سو وناقات قبط مركاسا وحي وحان مقلي رسولك اوله عليه الصلاه والسلام ان الله قبض خلقه قبضتين الى هي خلقي سانسغا شنك يا انس هو ابوري لما قب شو ايو قبطي فقال هؤلاء في الجنه كوني واتشنا ذا كوي قالي لها وهؤلاء في النار كواسنا وكوي النار تقالي لها هل هو يا مركا ولا ادري في اي من القبضتين كنت لما ذا الى هي شنا يا النار وكلا قرشي كان كقر نهيبان قرنيني سو بقي يعني سو النبي صلى الله عليه وسلم عليه لسو كعامي او دي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلم معاذ بن جبل مثلا مكو دمانيي نين دا لي ابوها وفرتن كيما ان غارين بو كودنت دوري تدو سنادوت مركو معاذ دمانيي بلاد الشام سغو جوغا حنون كي طاعون كابا كو دعاي مركاسو اصحابتي لا جوقت يا اردي دي سيبو لا هادليا ونستنبئ هبنكي حلقا وترك لا تكدو يا قيام الليل كلو كعو حلقا سحورتو دودو داي صلاه الصبح استغفارتي يا تسبيح ده حلقا لا تسبيح صدا وقفكي goor hore tu kadi wutirkiisi inta iska fadhiyo tasbiix sanayo salaadina soo dhawda xilligaas uu jooga waxaanu sanayaa waajifa kaasu ma kici karo inta istaago iski dibadda inta u baxo bal in fajar ki dhashay ma eegi karo waajilicsan yahay markaasu la hadlay ragisi wuxuu ku yiri unduru hal asbaha sabah wa bal eego oo waagi ma bariyo salaadi ma dhalatay qalu la ba'du ma yawli salaadi ma dhalan وصو شرطة حوغا ابو هدنا تشيف لنا عنوك اكوها يا انظروا هل اصبح السباح فربال اردو ايغو صلاة دي سوح مدالات ما يا معاذ ولي مدالا مركاسو ايري فريسية سالسو فريسي اللهم يا رب انك تعلم اني كنت اخافك الى هو وادي اكتهي الدوم كاعب صدا انانها وادي اكتهي انان مالنتي سومي تشيري كلك أقدر نيسجو ترى هرات كتقتشر لنا قني وادي أكتهي إن عن علم هذا هي علم ما شاء الله وهي مجالس تخير كأه إن اللي جوا يجرين له وادي أكته إلى وادي أكتهي سلا دسانو إلى لنشري صف كهري إن كنت كنشري جور هور المساجد كجلي تري وادي أكتهي إلى وادي أكته القرآن كسانو آخر نشري إيه أنا أقدر ذلك إن القرآن كآخر نتي سوى وادي أكته habeenkii qabowga oo jira iyadoo maryuhu iska yar yihiin waadi ogtahay inaan weysaysto oo qiyaamul leyl isu taagi jiray anigoo qabowga saa u gariiray waadi ogtahay waadi ogtahay ilaahayow wardiga iyo tasbiixda iyo adkaartan akhrin jiray maanta waa jilicsanah firaashkii mood kaan jiifa wa ana alyawma arjuuk ilaahu maanta waa ku rajaynaya yani waa acmaashii si saalixa ahaa buu ku tawasulayaa ما أنت وكن رجينا يا اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار إلى وحن كام جنجلا يا هبين نفط ولا يقبح حدا إلا واقع ولي ما برين أرورتينا النار لا إيه تحابه وقبر جنجلوه النار نغضوه ما إله كام جنجلا يا جنة يا وقوي دي سنة يا بولي معاد بن جبل رضي الله تعالى عنه وأنك رسولك أما أنت آت كوفر بدل وتلمامي حلاش أي حاران تومد إذا نك أسا أبدية وأن يكون النبي الله صلوات الله وسلامه عليه عابدها يا خير بطنا عالمنا الإمام المزني وأئمة الشافعية هذا كم إذا بروحه يروح نص وقال إمام الشافعي وحن صنيع ما المناتشي في مساجد كسوق جاري واي سكرات كيموت كنا أوها يو أيا نص وقال وصوبه قنا نجى ركلا لنا مكاسا وحن كل كيف أصبحت إمام الشافعي ساكس ليه ويابو كوغبري قال أصبحت عن الدنيا راحلا وأقول حوي بري أن يقول الدنيا قيدك وللإخوان منفارقا ولا لها علمك يا خيرك يا دينك أنا صعبتك وهاينا أنا كتك يا فاروق يا سي صعدة ولكأس المنية شاربا أن يقول كوبكي قيد عبية ووتكي تاغن يا هي وقت قيسي أيان ساك وأقول بري ولعملي مفارقا عمل كيين أنا فاروقي وحي خيرها كتبتي الله غري دروستي واقرين شري خيرك يا فتوضي إيه دعوتي إيه وحي له فدي أنا فاروق يو تجي وعلى الله واردا أنا إلهي
ku arooraya oo ku socda ilaahay la kulankiisa thumma baka markaasuu ooyey imaam shaafici waa ooyey cabaar buu ooyey markaasaan ku nidhi khayr badan baa ka shaqaysa cimrigaagii cilmi badan baad ummadda uga tagtay muddu waa kaa faa'iida waa caynka kan markaasuu saa weegay ii kaadibid ii kaadi muzani laa adri atasiiru ruuxii ila aljannati fawahanni'uha ma ogi naftaydu ma jannay ku hoyan doontaayo waan u tahniyadeeyaayo waa u bogaadiyaa waa u bishaareeyaa am ila annaari fawcaziiha mise naar baan geli doonaayo naftayda waa u tacsiyeeyaa iskama warhaya buu yihi imaam shaafici raximahu llah waa garanaysa khayrku adduunka kaga tegay ninkaas waa garanaysa 40 jir isagu waa buu dhintay alimaam shaafici raximahu llah nin dhalinyaro ah buu dhintay khayrku adduunka kaga tegay waad arkaysaa aimada afarta ah waxa weye nina waa ka horreeyey abu xaniifa oo kale sanad ku dhashay shaafici buu abu xaniifa dhintay shaafici 150 buu dhasho ghazada hadda lagu dagaalamayo buu ku dhashay abu xaniifana sanadkaasuu dhintay labada imaam ee kale axmed iyo maalikna midna isaga arday u ahaa midna isagu arday u ahaa maalikna arday buu u ahaa ee axmedna isaga macalin u ahaa imaam shaafici raximahu llah ninka caalimkaa buu ahaa haddana intaasuu khayroo qabtay wuu baqayaa khaatumadiisu ka baqaya innagana haddaynu safka hore salaada ku tukanno qofka xoogaa qur-aana akhriya xoogaa shirimaada sadaqaada bixiyo oo caynkan wuxuu isu haystaa qofku inuu yahay durduro inuu jannada ku dabaalanayo iska gelayo baqdinba kuma jirtaba qofka waxaa laga yaba in dadka kale uu arko dad maaragtay aan u ka fiican yahay xagga camalka iyo cibaadada iyo khayr baqdintaasiba kuma jirto waa inuu qofku walwalaa maxamed ibnu siriin raximahu llahu tacaala ayaa geeridii ku soo xaadirtay markaasuu ooyey markii lasoo booqday maa yubkiika yaa imaam imaam yow maxaa kaa oohinaya abkii litafriitii fi layaami alkhaaliya waxaan la ooyayaa maalmihii iga tegay cumrigayga ee dhaafay ayaan la ooyayaa maxaan ku idhaahdaa wixii gabood fale iga dhacay wa qilatu camalii liljannati alcaaliya iyo camalkayga yar jannadaa sarraysa qiimaha badan ee ilaahay uu yidhi usoo shaqaysta falyacmal alcaamiluun falyatanaafas almutanaafisuun la yidhi gaabiskan gaabinayo wamaa yunjiinii min annaari alxaamiya maxaa iga badbaadinaya naarta dabka ah ee kulul waxa iga badbaadinaya oo aan waxba meesha ku haynin ayaa iga oohinaya cabdullaahi ibnu mubaarak raximahu llah raxmatan waasica nin caalim ah oo caabid ah oo zaahid ah oo mujaahid ah oo maalqabeena oo munfiqa buu ahaa markay geeridu u timid sakaraadka isagoo ku jira ayuu mar kooma galay markaasuu ka soo baxay markaasuu markuu koomihii ka soo baxay iyo la dul joogo maradii madaxa uu iska saaray buu iska qaaday markaasuu dhoolla caddayo waa qusle mar dhaweydna waa baaxaa degayay u sakaraadayay markaasuu dhoolla caddeeyey markuu koomihii ka soo baxay markaasuu qoslo dhoolla caddeeyey markaasuu yidhi soo fadhiisiya waa la soo fadhiisiyey limili haada falyacmal alcaamiluun tanoo kale dadka shaqaysanaya ha u shaqaysteen fa qaala laa ilaaha ila allah uma faadat ruuxuhu laa ilaaha ila allah intuu yidhi naftu waa ka baxday dhinac u dhacayba mujeda yacnii intii uu koomaha ku jiray baa ilaahay muxuu tusay wuxuun ilaahay ogyahay jannadiisa iyo khayrkiisa koomihii buu ka baxay farxad iyo dhoolla caddayn tanoo kale ha loo shaqaysto sanadna waa cibaadaysan jiro dacwadda iyo cibaadada iyo khayrku ka shaqayn jiray sanadna wuu xajin jiray sanadna wuu jihaadi jiray sanadna wuu cibaadaysan jiray wuu xajin jiray maalik ibnu diinaar dadkii salafkaa tusaalahoodii kaana yaquumu tuula alleyli habeenka in badan buu istaagi jiray salaatuleyl tukan jiray markaa salaada subax soo dhowaato xoogaa oo salaada u dhammaysto oo cabaar istikfaarsado oo ducaystu istaagi jiray nin gar weynna uu ahaa garkiisu saa u taban jiray marka isagoo ooyayo taagan oo garkiisa haya oo gacanta bidixna saa ugu haya tamirigna saa loo samada eegaya ayaa wuxuu leeyay yaa rab yaa rab qad calimta saakina aljanna min saakini annaar ilaahu waad og tahay ka jannada degaya iyo ka naarta degaya waad kala ogtahay addoommaagu waa ku kala qorshaysan yihiin fa fii ayi daarayni manzilu maalikin labada daarood maalik teebuu ilaahu degi doona ilaahu daartaa jannada la isii siduu saa ugu taagan yahay oo garkiisa u hayo gacanna ilaahay yaa rab uu ooyiyo waa salaada subax soo geli jirta imaamu maalik
مالك بن دينار رحمه الله دتك سلف كها مركا تاريخ نو ذا اخر السو ما كان درس ديارين هي ما وحان اخرنا هي تاريخ دتك سلف كها هي خاتمه دود والله لا رايت عجبه ما ديابله وقلبه ايمانك وقلي نفته ذا قوي الهي وين كيسي عبسدي سو كو ادك تاي قلبه ذا قوي اي اهاي وحان اصو النقلين يا وركوده او كان يا قلبي ان انقل لي انه قويا دوني الدنيا دنا انه كدبا دعني اي اسكو نعني اي اسكو حريرين ويني اي عبادتي كغا غابيني اي حال حالك انه اسكي الله سهل يا هي ولني انه برا ركنا نو جيدا ساس يا هي ددك اله يقاني اي سلف صالح اه هبين كودا مالين تودا وي كي يقانين عبادات كودي يا ربي سيغو دوانيان بي يقانين ديار قروق وربي يقالين